الأسبوع ده مريض بيت حاسدة، الرجل المقعد اللي كان له 38 سنة جنب بركة سلوان، ينتظر لحظة الشفاء اللي لما جاله الطبيب الشافي ومنحه الشفاء بعد هذا العمر الطويل في الانتظار. وهكذا الأناجيل في الأحد اللي فاتت في الصيام الكبير بتدعونا إلى التوبة واحد ورا التاني، ابتداء من دعوة الابن الضال وعودته لحد السامرية لما تقابل معاه المسيح ودعاه للتوبة، لحد الأسبوع ده المسيح لما تقابل مع مريض بيت حاسدة وأقامه بعد 38 سنة مقعد مريض جنب بركة حاسدة. العيد كان عيد لليهود زي ما ذكر الكتاب المقدس، واليهود عادة ليهم 3 أعياد كبيرة في السنة: عيد الفصح، عيد الخمسين، عيد المظال. ولم يذكر الإنجيل ما هو هذا العيد، لكن يبدو أنه مش عيد الفصح وإلا كان ذكره، لكن كما شرح الآباء كان هو عيد الخمسين. وبركة حاسدة عبارة عن بركة من الماء موجودة عند باب الضأن، أحد أبواب أسوار أورشليم بجانب الهيكل. كان الباب ده يؤدي من الشرق إلى الهيكل، وكانت بتدخل منه الخراف المعدة لتقدم ذبائح، وكانت بتغتسل في بركة سلوام عشان تتطهر وبعدين يقدموها للذبيحة. كانت هناك 5 أروقة، 5 مواضع الناس قاعدين فيها المرضى ينتظرون لحظة تحريك الماء عشان يسرعوا بالنزول فينالوا الشفاء. ذكر الكتاب المقدس وقال إن مرضى وعسم وعرج ومصابين بالشلل وتوقعون تحريك الماء، ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، من نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ. وبرضو من الملاحظات الجميلة أن في الأناجيل اللي فاتت كلها الماء كان عامل مشترك. حتى في الكتاب المقدس حاجات كتير قوي حصلت بجنب المية. أولا في بداية خلقة الخليقة كلها كان روح الله يرف على وجه المياه، كانت الأرض خاربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه. ولما كان بني إسرائيل مرتحلين في برية سيناء عطشوا، فضرب لهم موسى الصخرة بالعصا ففاضت ماء وشربوا، زي ما شرح لنا بولس الرسول أنهم كلهم شربوا من صخرة واحدة، والصخرة كانت هي المسيح. أيضا نعمان السورياني شوفي لما اغتسل في الأردن 7 مرات وعرف سكة ربنا وتحول إلى عبادة الإله الحي. والسيد المسيح له المجد تقابل مع المرأة السامرية عند البئر ودعاها أنها تشرب من الماء الحي الذي يتحول إلى حياة أبدية. برضو المولود أعمى المسيح بعته يغتسل في البركة فاغتسل وأتى بصيرا. والسيد المسيح قال لنيقوديموس إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. فالماء والروح هم عنصر الولادة الروحية في المعمودية، وتحريك المية في بيت حاسدة عبارة عن حلول يرمز لحلول الروح القدس على المياه في سر المعمودية، يهبها قوة إنها تسير ماء خلاق يخلق حياة جديدة ويهب حياة جديدة. أتمنى لكم أسبوع مبارك وكل عام وأنتم بخير.